فنان هاني شاكر، بنرحب بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بحضرتك، نورتوني النهارده. ازي حضرتك؟ ربنا يخليكي ليا يا رب. ربنا يخليك معايا، وسعيد بالاقبال الجميل اللي حاصل النهارده من الجمعيه. انا اسعد. ربنا يخليكي ليا يا رب، ونورتوني بجد. اهلا بيك. نور حضرتك. ممكن تقول حضرتك مترشح للمره الثانيه؟ تمام بالظبط كده. ممكن حضرتك تقول لنا محضر ايه لل... والله في بالي حاجات كتيره جدا جدا، يمكن من اهمها موضوع الديجيهات اللي كنت بقول عليه من شويه، ان احنا نحاول ان احنا نشغل اعضائنا العاملين في الديجيهات، مطربين وعازفين، لان ده موضوع مهم جدا جدا، لان اكيد الديجيهات دي مخليه اعضاء كتير عاملين قاعدين في بيوتهم ما بيشتغلوش الفتره اللي فاتت. برضو عوده حصص الموسيقى في المدارس، يبقى في لقاء مع السيد معالي الوزير التربية والتعليم إن شاء الله، برضو نحاول نحن نرجع حصص الموسيقى في المدارس مرة أخرى، يبقى لنا مقر جميل زي المقر اللي احنا فيه ده، زي نقابة المهنة التمثيلية. يعني شوية أحلام كده، ربنا يقوينا جميعا يا رب، أنا وأعضاء المجلس المحترمين، ونقدر نعمل إنجازات تاني زي الإنجازات اللي فاتت بإذن الله. حضرتك شايف أجواء الانتخابات النهاردة إيه اليوم؟ شايفها جميلة بوجودكم، كفاية ان انتم موجودين معايا، شايفها جميلة، وان شاء الله يا رب ربنا يولي الاصلح، دي اهم حاجة. جدا يا حبيبتي، قوي نورتوني.